البداية أن أتقدم بكل تحيتي وتقدير لضيوفنا الكرام على حضوركم وتشريفكم لنا. أرحب بحضور البطل كابتن رياض أشرف عبد العزيز، سيد كابتن هاني سيد أشرف مدرب كابتن رياض، كابتن البطل أحمد الجندي، السيد الدكتور أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي، البطلة كابتن جيانا محمد فاروق، السيد محمد عبد الرحمن الهودة، والسيد عمر علي سعد مدربي كابتن جيانا، كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، السيد كابتن رضا كيم مشرف الكاراتيه بالاتحاد المصري للقوات المسلحة، السيد العميد حسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه، السيد اللواء فتحي سليم المدير التنفيذي للمقاصة والمشرف العام على البعثة المصرية في طوكيو، كابتن أحمد عبد العال المدير الفني للمؤسسة العسكرية للكاراتيه، السيد العميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، كابتن خالد عصفور المدير الفني لنادي الشمس، ويسعدنا ويشرفنا والدي كابتن فريال ووالدي كابتن احمد كنتي ووالدي كابتن جيانا، اهلا ومرحبا بكم. سيدات والساده الحضور الكريم، ان الرياضه المصريه شهدت العديد تكريم اللاعب البطل احمد كنتي صاحب الميدالية الفضية للخماسي الحديث للأولمبياد 2020. تكريم إلى مؤسسة نادي الشمس الرياضي، ويتسلمها السيد الدكتور أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس. تكريم اللاعبة البطل جيانا فاروق صاحبة الميدالية الأولمبية للكاراتيه أولمبياد 2020. تكريم السيد كابتن محمد عبد الرجال هودة الشباب
الذين رفعوا اسم مصر عليا